السلام عليكم مدارس الوطن العربي للصف الثامن وحدة المثلثات. درسنا اليوم هو الدرس الرابع بوحدة المثلثات مبرهنة فيثاغورس. هلأ بداية بدنا نعرف شو يعني مبرهنة فيثاغورس. مبرهنة يعني نظرية، فيثاغورس اسم العالم اللي عمل هاي النظرية. طيب العالم فيثاغورس هو عبارة عن عالم رياضيات عمل نظرية تخص المثلث قائم الزاوية. إذا هاي النظرية فقط 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 للمثلث قائم الزاوية، ما بصير استخدمها بأي نوع تاني من المثلثات. طيب شو يعني شو معنى المثلث؟ بدي أقرأ النظرية في البداية. بتقول في المثلث قائم الزاوية مساحة المربع المنشأ على الوتر يساوي مجموع مساحتي المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين. طيب شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي لو كان عندنا المثلث الآتي س ص ع، هذا المثلث نوعه مثلث قائم الزاوية، قائم الزاوية في النقطة ص. طيب هي صار عندي مثلث قائم الزاوية، شو بتقول هاي النظرية؟ النظرية هاي بتقول إنه هلأ عندي س ص هو ضلع، وعندي ص ع هو الضلع الثاني، وهذا باللون الأحمر اللي هو س ع وتر. هلأ الوتر هو عبارة عن أكبر ضلع موجود في المثلث، هذا الوتر. هلأ النظرية بتقول لك إنه مساحة المربع المنشأ على الوتر، هي هذا المربع ماله، هذا ربع هذا المربع منشأ على الوتر، تمام؟ وفي عندك مربع منشأ على هذا الضلع ومربع منشأ على هذا الضلع زي ما انتم شايفين. بتقول انه مساحة المربع المنشأ على الوتر مالها تساوي مجموع مساحة المربع المرسوم على س على عين صاد وزائد المربع هذا. اذا مساحة المربع المنشأ على الوتر تساوي مساحة هذا زائد مساحة المربع الثاني. يعني معنى لو افترضنا انه هذا المربع 1 سنتيمتر، فعنا عدد المربعات وهاي السين عين عبارة عن 3 سنتي وسين صاد 4 سنتي، تمام؟ اما سين عين 5 سنتي، فكل سنتي عملنا منه مربع فانشأنا هذا المربع الكبير. المربع الكبير مساحته تساوي 1 2 3 3 × 3 9، فتساوي هاي 9 مربعات. اما سين صاد فهم 4 × 4 = 16 مربع. النظرية بتقول لك انه هذا المربع المنشأ على الوتر مساحته ماله مساحة هذا المربع يساوي مجموع هاي زائد هاي. طب هاي 9 وهاي 16، نتأكد من هون، 1 يعني 9 زائد 16 25، 1 2 3 4 5 5، 1 2 3 4 5، 5 × 5 = 25. إذا النظرية بتقول إنه مساحة المربع المنشأ على الوتر يساوي مجموع المساحة مجموع مساحتين على الأضلاع الآخرين. طيب هاي النظرية بشكل عام وبالحكي، معناها بالرياضيات رياضيا هذا يعني كيف بدي أعبر عنها؟ إنه الوتر اللي هو طول الوتر الكل تربيع، يعني طول الوتر تربيع، هذا هو الوتر، شو يساوي؟ الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. إذا النظرية بشكل عام بتقول لك إنه المساحة المربع المرسوم على الوتر تساوي مساحة مجموع مساحتين المربعات الموجودين على الأضلاع الآخرين، معناها أنه طول الوتر تربيع، الوتر تربيع يساوي هذا طوله تربيع، شو يساوي؟ يساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. ممكن أنا أكتب هيك ضان 1 تربيع، ضلع الأول زائد الضلع الثاني تربيع. طيب إذا هيك معناها برياضيات. وبرجع بكرر إنه هاد النظرية أو هذه النظرية فيثاغورس فقط تطبق على المثلث من نوع قائم الزاوية. طيب ناخذ مثال عشان نشوف كيف بدنا نطبقها. مثال بيقول المثلث، طبعا المثلث هيك السؤال كامل، تمام، وهون هيك كامل، يلا بقول لك المثلث ها عين لام، هون ها
هون عين هون لا. قائم الزاوية في عين. هلأ سواء رسم لي الرسمة أو ما رسم لي إياها بكل سهولة بقدر. هلأ هذا السؤال مرسومة معه، رح نحل واحد تاني مش مرسومة. إذا المثلث ها عين لام قائم الزاوية في النقطة عين، وهي رسمنا زاوية قائمة فيه ها عين، هي ها عين 9 سنتيمتر وعين لام 12 سنتيمتر، احسب طول هالا. الحل السؤال بشكل عام، خلينا نترجم السؤال. السؤال أمامي مثلث قائم الزاوية. طيب من إنه المثلث قائم الزاوية والمطلوب هالام اللي هو الوتر، إذا انطبق عليه مبرهنة فيثاغورا، تنطبق عليه مبرهنة فيثاغورس. ليش؟ لأنه المثلث قائم الزاوية، فبالتالي أنا بدي أطول هالام. إذا معطيني الضلع الأول، معطيني الضلع الثاني، وطالب مني الوتر. فالقانون بيقول لك الوتر تربيع يساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. بناخذ ضلع ضلع، الوتر هو المجهول وخلينا نسميها لام تربيع. ها لام اللي أنا بدي إياها هيو. تمام، الضلع الأول وليكن 12، 12 الكل تربيع زائد الضلع الثاني اللي هو قيمته 9 تربيع. هلا بدنا نجيب 12 تربيع، تربيع ال 12 144، تربيع ال 9 81، إذا جمعناهم تربيع ال 9 81 إذا جمعناهم، وبينزل هون عندها لام الكل تربيع. هلا مجموعهم 4 و 1 5 12 و 2، إذا 225. هذا إيش؟ عبارة عن ها لام تربيع، ها لام تربيع، ولكن المطلوب هو ها لام لوحدها. بدي أخلص من هذا التربيع. كيف إحنا بنخلص من الجذر؟ من التربيع باستخدام الجذر. هاي رح أخذ جذر للطرفين، إذا ما بصير أخذ جذر لطرف واحد، لازم للطرفين. طبعاً التربيع مع الجذر بروحه، نزل عندي ها لام يساوي جذر 225 هي جذرها 15 سنتيمتر، لأنه الوحدة أصلاً عندي سنتيمتر. إذا هيك أنا أوجدت ها لام، ها لام تساوي 15 سنتيمتر. هي 15 سنتيمتر. نأخذ مثال تاني، مثال تاني اللي هو تدريب واحد. تدريب واحد رح يكون صفحة 81، صفحة 81. التدريب زي ما انتو شايفين تدريب ومو مرسوم الرسمة، ورح نرسمها مع بعض. مثلث سين لام عين قائم الزاوية، ممتاز. في لام، اذا هو قال لي انه هذا المثلث قائم الزاوية في لام، فيه سين لام 1 سنتي، عين لام 1 سنتي، اذا الاضلاع ايضا متساوية، واحسب سين عين. نرسم اول مثلث سين لام عين قائم الزاوية في لام. رح ارسم مثلث، هي ضلع، هي ضلع تاني، وهي عبارة عن الوتر، هي الضلع الثالث. اسمه حكى لي قائم الزاوية في لام، رح أرسم لام وأحط القائمة. هلأ شو اسمه؟ اسمه سين لام عين، هي رسمته. هلأ بدي أكمل على المعطيات. فيه سين لام، هي سين لام 1 سنتيمتر، تمام؟ فيه عين لام أيضا 1 سنتيمتر. أوجد سين عين يعني الوتر، المجهول هو الوتر. إذا بما إنه المثلث قائم الزاوية أيضا تنطبق عليه نظرية فيثاغورس، نحل فيثاغورس. نبدأ بالحل. الحل القانون بيقول لك الوتر تربيع يساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. تمام، الضلع الأول اللي هو سين لام، الوتر هو سين عين تربيع المطلوب، فيه عين لام أيضا 1 سنتيمتر. أوجد سين عين يعني الوتر، المجهول هو الوتر. إذا بما إنه المثلث قائم الزاوية أيضا تنطبق عليه نظرية فيثاغورس، نحل فيثاغورس. نبدأ بالحل. الحل
القانون بيقول لك الوتر تربيع يساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. تمام. الضلع الأول اللي هو سين لام، الوتر هو سين عين تربيع المطلوب. الأول تربيع يعني واحد تربيع، والثاني قيمته أيضا واحد تربيع. هلا بدي أبلش بتربيع كل رقم على حدة. واحد تربيع هو واحد زائد واحد تربيع هو واحد، المجموع اتنين. إذا سين عين الكل تربيع، سين عين الكل تربيع ما يساوي اتنين. أنا بدي سين عين لحالها، فبدي أخلص من التربيع باستخدام الجذر للطرفين. جذر مع التربيع بيروح، سين عين تساوي جذر لاتنين سنتيمتر، وهيك طلع معنا الجواب. إذا زي ما أنتم شايفين كتير سهل الموضوع، ما في أي صعوبة، وهذا الدرس جدا مهم وراح يضل معنا لسنوات قادمة. هلا ناخذ التدريب 2 فرع 2. مثلث ألف باء جيم قائم الزاوية في النقطة باء، فيه ألف جيم، إذا قائم في النقطة باء. ألف جيم 10، باء جيم 8، احسب الطول. نرسم بالبداية. إذا عندي أنا مثلث، هاي الأضلاع، هاي ضلع، هاي ضلع تاني، وهاي الوتر اسمه ألف. ألف باء قائم الزاوية في باء جيم، هاي العلامة القائمة، إذا هاي باء. نكمل. ألف جيم، ألف جيم زي ما أنتم شايفين طلعت معنا الوتر 10 سنتيمتر. باء جيم، باء جيم هيها 8 سنتيمتر. احسب طول ألف باء، إذا طول ألف باء هو أحد أضلاع المثلث، ما طلع معنا الوتر. يلا، من إنه المثلث قائم الزاوية شو رح نعمل؟ رح نحل على نظرية فيثاغورس. الحل بيقول الوتر تربيع يساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. يلا، الوتر تربيع إذا 10 تربيع، الضلع الأول وليكن 8 تربيع زائد المجهول اللي هو ألف باء تربيع. إحنا بدنا نوجد ألف باء. طيب في هاي النوعية من الأسئلة نشوف كيف بدنا نحل. زي ما تعودنا قبل، أنا أول خطوة لازم أربع، فالعشرة تربيع هي 100، التمانية تربيع هي 64 زائد ألف باء تربيع. كنا رح نوصل لهاي الخطوة. هلأ بعد هيك أنا كوني بدي أوجد ألف باء، لازم أخلص من 64. كيف بخلص منها؟ بالمعكوس، ناقص 64 ناقص 64 للطرفين، هاي مع هاي راحت تساوي صفر، ويساوي 100 ناقص 64 يساوي 36، وألف باء تربيع رح تنزل لوحدها. هلا أنا المطلوب مني ألف باء، وهون عندي ألف باء تربيع، أيضا بخلص من التربيع باستخدام الجذر للطرفين. جذر تربيع بروح، بنزل عندي ألف باء يساوي جذر 36 ستة، والوحدة سنتيمتر، وهيك إحنا أوجدنا الضلع الثاني. طيب بدي أنبه لهاي النقطة إنه جذر 36، هلأ أنا جذر 36 عندي موجب سالب 6، ولكن إحنا بناخد القيمة المطلقة. ليش؟ لأنه إحنا زي ما أنتم شايفين إحنا مندور على أطوال أضلاع، إذا فقط رح ناخد موجب أو القيمة المطلقة للرقم لأنه طول ضلع. إذا لأنه أنا بدور على طول ضلع، فمو معقول يكون سالب. لما ننتقل مع بعض لنتيجة صفحة 82، هاي النتيجة أنا رقمتها برقم 7 عشان نقدر نميز. النتيجة هون هي عبارة عن عكس النظرية، يعني إحنا بدنا نثبت عكس نظرية فيثاغورس. شو هي؟ بتقول إنه إذا كانت مساحة المربع المنشأ على ضلع مثلث يساوي على ضلع مثلث، يعني مساحة مربع منشأ على ضلع أي مثلث،
فماله يساوي مجموع مساحتي المربعين المنشئين على ضلعين آخرين فإنه المثلث قائم الزاوية. شو معنى هالحكي؟ معنى هالحكي إذا إحنا شفنا مثلث مرسوم على أحد أضلاعه مربع، تمام؟ فإنه مساحة المربع إذا كانت مساحة المربع الموجودة على الضلع تساوي مجموع مساحتي المربعين الموجودين على الضلعين الآخرين فإنه هذا المثلث مثلث قائم الزاوية. يعني هاي عكس النظرية، إذا أنا أثبتت إنه هذا المربع مجموع ومساحة المربعين الضالين فإنه هذا المثلث أكيد قائم الزاوية. نظرية كانت بالأساس إذا كان نظرية فيثاغورس تقول لك إذا كان في عندنا مثلث قائم الزاوية فهذا المثلث الضلع مساحة المربع الموجود على الوتر يساوي مجموع المساحتين للمربعين المنشئين على الضلعين الآخرين. إذا هلأ بدنا نحكي عكس النظرية. كيف بيجي السؤال عليها؟ كالآتي، عندنا مثال 2 صفحة 82 بقول كالآتي: بيّن إذا كان المثلث الذي أطوال أضلاعه 15 ديسيمتر 20 ديسيمتر 25 ديسيمتر قائم الزاوية. هيك يعني هاي معناها عكس النظرية. بقول لك إنه إذا كان عندنا مثلث 15 20 ديسي و25 بين انه هذا نوعه قائم ولا مو قائم. طيب كيف انا بدي اوجد؟ حسب نتيجة 7 عكس النظرية. اول شغلة بدي اعمل مين اكبر واحد؟ 15 20 25. اذا 25 اول شيء رح اخذ انا كل واحد على حدة واربعه، تربيع ال 15 تربيع ال 20 وتربيع ال 25، تمام. هلا انا عندي تربيع ال 15 225، تربيع ال 20 400، الصفر مرتين واثنين أربعة، تربيع ال 25 هو 25 ب 25 بيطلع عندي 625. هلا عكس النظريه بقول لي هاي ربعت اول وثاني، اذا جمعتهم وطلعوا يساوي هذا الضلع معناته هذا المثلث قائم. نشوف عندك 25 زائد 400 يساوي 5 2 6، نعم يساوي ايش؟ مربع الضلع الثالث. اذا المثلث قائم الزاوية. اذا عندنا المثلث قائم الزاوية. طيب ناخذ عبارة عن تدريب 2، ناخذ تدريب تاني عليه. بيّن أي الأطوال الآتية تمثل أطوال أضلاع مثلث قائم. يعني أنا في عندي أطوال أضلاع بدي أعرف مين فيهم عبارة عن مثلث قائم. أول شيء أول خطوة 4 8 11، معناته هذا أكبر واحد. طيب أول شيء بدي أبلش بدي أربع، باخذ كل واحد على حدة، تربيع تربيع الأربعة 16، تربيع الثمانية 64، وتربيع ال 11 221. هلا انا المفروض هل بدي اجمع 16 زائد 64 10 80، اذا 80 لا يساوي تربيع ال 11. اذا ليس قائم الزاوية. إذا هذا المثلث ليس قائم الزاوية. ناخذ أيضا الفرع اللي بعده 30 سنتي 40 سنتي 50، بدنا نعرف إنه هل المثلث هاد قائم الزاوية أم لا. إذا هاد طلع معنا لا، شوف هاد نفس الشيء هذا أكبر ضلع، فبالتالي 30 تربيع ل 40 تربيع ل 50، شوف كيف تربيعها 30 بربع الصفر بنزل مرتين 3 تربيع رح يطلع معي 9 900. أيضا 0 4 2 هي 16 4 4 تربيعها 16 1600، بنزل 2 25، إذا 2500. هلا بدي أتأكد من الموضوع 900 زائد 1600 0 0 بنزل 5 2، إذا حصلنا على نفس الجواب. إذا نعم المثلث قائم الزاوية. المثلث قائم الزاوية. هلا رح أعطيكم واجب عبارة عن فرع
ثلاثة وأربعة فرع، ثلاثة وأربعة صفحة، 83 بنفس التدريب اللي هو تدريب اثنين. وهلأ مع بعض بدنا ننتقل لنتيجة 8. نتيجة 8 طبعا هي النتيجة صفحة 83، أنا راح أرقمها 8. طيب النتيجة نقرأها: طول الضلع المقابل للزاوية 30 درجة في المثلث الثلاثيني الستيني يساوي نصف طول الوتر. هلأ أول إشي لما نقرأ النتيجة إحنا ما بنعرف شو يعني مثلث ثلاثيني ستيني، مع إنه من اسمه مبين. ملاحظة: المثلث الثلاثيني الستيني شو هو؟ هو عبارة عن مثلث قائم الزاوية، إحدى زاويات زوايا قياسها 30 والأخرى 60 درجة، وتنطبق عليه نتيجة 8. إذن هيو، إذن المثلث الثلاثين الستيني هو عبارة عن مثلث زي ما أنتوا شايفين، مثلث قائم عنده زاوية 30 وزاوية 60. شو بقول؟ بقول إنه طول الضلع المقابل للزاوية 30، هاي أنا عندي زاوية 30، هاي عندي الزاوية 30، هي أنا عندي الضلع المقابل لها مالها في المثلث 30 60 يساوي نص الوتر. إذا الضلع اللي بيقابل الزاوية 30 يساوي نص الوتر. بناء على هيك رح نحل عنا تدريب الموجود عنا بصفحة 84. هلأ التدريب عنا كالآتي: بقول لك في الشكل المجاور جد طول ضلع سين عين. طيب هلأ إحنا النتيجة اللي هلأ أخذناها بتقول لك إنه إذا كان عنا مثلث، وهيها رح نرسمه، كان عنا مثلث قائم الزاوية وعندك زاوية 30 واللي بعدها 60، فإنه إذا كان هاد ألف باء جيم، فإنه ألف جيم يساوي نص، إذا ألف جيم تساوي نص مين؟ ألف باء، يعني هذا الضلع نص هاد. ضايل عنا الضلع باء جيم. هلأ في عنا عليه فكر وناقش، فكر وناقش صفحة 84 بسأل: ما علاقة طول الضلع المجاور للزاوية 30؟ هلأ إحنا النتيجة 8 كانت تحكي لنا إنه إذا كان عنا مثلث ألف باء جيم وهاي الزاوية 30 وهاي أكيد قائمة، فهي هاي أكيد 60، فكانت تقولنا إنه الضلع المقابل للـ30 باء جيم. هلأ فكر وناقش بسألنا: ما العلاقة بين طول الضلع المجاور، هاي الـ30 هاي المجاورها بطول الوتر، إذا هاي نص الوتر، إحنا السؤال المجاورها شو علاقتها بالوتر؟ طيب بداية رح نبلش نشوف شو العلاقة. أكيد كونه مثلث قائم الزاوية رح نكتب فيثاغورس: الوتر تربيع، الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. طيب هلأ الوتر تربيع نفترض إنه هاي ضل زي ما هو، يساوي الضلع الأول، الضلع الأول، ونفترض إنه هذا هو الضلع الأول اللي هو لقبال الثلاثين المقابل للثلاثين، رح يكون عندك الوتر كم الضلع هاد يساوي؟ يساوي الوتر على 2، لأنه نص الوتر الكل تربيع، إذا عوضت مكان الضلع الأول نص الوتر. ليش؟ لأنه هاي طابعة للنتيجة، زائد الضلع الثاني اللي أنا بدي أبحث عنه اللي هو الضلع الثاني اللي هو عندنا بالسؤال ألف باء. تمام، هلأ أنا بدي أعرف كم قياسه نسبة للوتر. طيب هلأ أول إشي الوتر بده ينزل، الوتر تربيع بدي أربع، بربع البسط واو تربيع، بربع المقام 4، تربيع الاثنين 4، زائد الضلع الثاني تربيع. تمام، هلا انا بدي اوصل بالنهايه وبالنتيجه للضلع، اذا انا بدي ضلع 2 تربيع كم يساوي؟ بدي ودي هاي على الجهه الثانيه، تساوي الوتر تربيع، او كاني بطرح هاي القيمه، وتر ناقص الوتر تربيع على 4. إذا الضلع الثاني تساوي الوتر تربيع ناقص الوتر، نحلها بتوحيد طبعا المقامات، كأني بفترض 1 ضرب 4 ضرب 4، رح يطلع لنا الجواب 4 ناقص 3 على
أربعة وتر تربيع، هذا عبارة عن الضلع الثاني تربيع. بدي أخلص من التربيع نأخذ الجذر للطرفين، في عنا الضلع الثاني تربيع يساوي تربيع، هلا الجذر كونه للأربعة اثنين، الجذر للواو تنزل واو بتروح هاي مع هاي، ضايل عندي جذر الثلاث. إذا الضلع الثاني علاقته بالوتر يساوي جذر الثلاثة على اثنين من قيمة الوتر. إذا صرنا نعرف إنه هذا الوتر، هذا نص الوتر، وهذا عبارة عن جذر الثلاثة على اثنين من قيمة الوتر. هذا سؤال فكر وناقش. طيب نرجع لسؤالنا اللي كان عندنا تدريب ثلاث. في الشكل المجاور جد طول الضلع س ع، عندنا الشكل س ص ع مثلث قائم الزاوية في ع، هيو للتوضيح مثلث قائم الزاوية في ع. عندك ايش على الرسم نفسه؟ راسم لي انه ص ع 6 وهاي الزاوية 30، وبحكي لك اوجد س ع. س ع هاي اللي هي اذا هذا وتر وهذا ضلع أول، هذا ضلع ثاني، تمام؟ طيب بدنا نوجد أول إشي، أنا ما هذا الضلع بعرفه، الوتر ما بعرفه بس بقدر كونه المثلث. إذا بالرجوع إلى النتيجة 8، بتقول إنه الوتر، إذا الوتر رح يساوي كم؟ 2 ضرب صاد عين، لأنه صاد عين نص الوتر، إذا الوتر بضربه باثنين ويساوي 2 ضرب 6 ويساوي 12 سنتيمتر. إذا أنا صرت بعرف هاي 12 وهاي 6، ضل علي أعرف سين عين. سين عين رح أعرفها كون المثلث قائم الزاوية، رح نستخدم فيثاغورس ونبلش. الوتر تربيع يساوي ضلع أول تربيع زائد ضلع ثاني تربيع. طيب الوتر عندنا 12 تربيع، الضلع الأول رح يكون عندنا 6 تربيع زائد الضلع الثاني سميه باسمه س ع تربيع. هلأ الخطوة اللي كليتنا تعلمناها إنه بدي أربع، 12 تربيع 12 ضرب 12 144، 6 تربيع 36 زائد س عين الكل تربيع. هاي الخطوة هاي. هلأ بعد هيك بدنا نخلص من 36 ناقص 36 على الطرفين، بيطلع معنا الجواب س عين تربيع تساوي 0.108. إذا 108 س عين تربيع. هلأ أيضا بدي أعمل، أنا بدي أخذ الجذر، بدي س عين لحال، نأخذ الجذر للطرفين، جذر وتربيع بيروح، س عين يساوي جذر 108 ويساوي 6 جذر 3. إذا 6 جذر 3. بجوز أنتوا تسألوني كيف طلعت معنا 6 جذر 3. طيب هلأ بالنسبة للجذور اللي هاي، احنا حكينا اذا احنا مو حافظين الجذر مش مربع كامل، نقدر بطريقة التحليل، رح افرجيكم كيف. طيب هلا انا باخذ 108 وببلش احادها 8، اذا اكيد رح نعمل مراجعة سريعة. اذا احادها 8 بدي اقسم على 2 54، قسم ايضا على 2 احادها 4 27، خلص 27 تقسيم على 3 باقي 9 على 3، تقسيم 3 تساوي 3 على 3 بيطلع 1. هلأ كونه إحنا بنبحث عن جذر تربيعي يعني كل تنتين وحدة، كل تنتين وحدة، وهون ضلت وحدة زي ما هي فرح تطلع بجذرها، هدول كل تنتين عملوا وحدة. طيب 2 ضرب 3 ضرب جذر 3، 2 3 6 ضرب جذر 3. هاي هي الطريقة اللي أنا أوجدت من خلالها. إذا طلعت عنا س عين تساوي 6 جذر 3. طيب قبل شوي بفكر وناقش حكينا انه الضلع
الضلع رح يطلع معنا الضلع الثاني إذا كان عندنا مثلث عندنا وتر، والضلع المقابل الثلاثين رح يكون عندنا نص الوتر، وهاي عبارة عن حكينا جذر الثلاثة على اثنين من قيمة الوتر. طريقة تانية وسريعة للحل، طبعا هاي احنا استنتجناها من فكر وناقص، تنزل عندنا جذر الثلاثة على اثنين كم قيمة الوتر؟ الوتر طلع معنا 12 ضرب 12، بدنا نبسط أكثر على 1 على 6، الجواب 6 جذر الثلاث سنتيمتر. إذا مرة تانية بيطلع معنا سين عين يساوي نفس الجواب. هاي الطريقتين واضحات زي ما احنا شايفين. هلأ رح ننتقل مع بعض للنتيجة رقم 9 وهي النتيجة الأخيرة. طبعا برجع بأكد إنه النتيجة مو مكتوبة رقم 9، أنا سميتها برقم 9. النتيجة بتقول إنه طول القطعة المستقيمة الواصلة بين رأس القائمة، إذا أنا عندي قائمة والقطعة المستقيمة الواصلة بين رأس القائمة ومنتصف الوتر، إذا لازم تكون في منتصف الوتر في المثلث القائم، تساوي نص الوتر. إذا النتيجة 9 شو بتقول؟ بتقول إذا كان عندنا مثلث قائم الزاوية فإنه القطعة الواصلة منجيب الوتر من نصفه، والقطعة الواصلة بين رأس القائمة من القائمة لنص الوتر، هاي القطعة اللي هي باسات زي ما انتو شايفين انا رسمتها للتوضيح، تساوي نص الوتر اللي هو ألف جيم، تساوي نصه، معناته صفة هاي. هلأ كونه صاد منتصف هاي قد هاي، وكونه صاد باء هاي كمان رح تكون نفس القياس. برجع بعيد، النتيجة زي ما انتو شايفين إذا كان عندنا مثلث قائم الزاوية وليكن فرضا في باء، فإنه القطعة الواصلة بين رأس القائمة ومنتصف الوتر، هي منتصفه، هاي القطعة تساوي نص الوتر. كيف بيجي السؤال عليها؟ بدنا نحل المثال اللي أمامنا اللي هو مثال 3. طيب بيحكي المثلث ألف با جيم قائم الزاوية في با، هاي رح نحل السؤال على نفس المثلث، قائم الزاوية في با، النقطة صاد هي منتصف الوتر، يعني هاي صاد عملت ألف صاد أد صاد جيم منتصف الوتر، إذا كانت با صاد تساوي 7، نحط المعطيات 7 سنتي، إذا با صاد 7، فما طول الوتر؟ السؤال جدا سهل بالرجوع للنتيجة 9، كونه با صاد هي القطعة الواصلة حسب النتيجة 9 بين منتصف الوتر والقائمة، فإنها تساوي نص الوتر، فالوتر هو ألف جيم يساوي 2 ضرب با صاد، 2 با صاد عندنا معطى 7 ويساوي كليته 14 سنتي متر. ناخذ تدريب 4 على نفس الاشي بس في اشي اكثر فيه. تدريب 4 بيقول انه المثلث صاد عين لام قائم الزاوية في عين، لازم نرسمه. اذا انا عندي مثلث، هي مثلث تمام، مثلث صاد عين لام رح نسميه صاد عين لام قائم الزاوية في عين، هي حطيت الزاوية القائمة في عين. بدي أكمل، النقطة دال منتصف صاد لام، إذا في هون هذا الوتر اتنصف في نقطة، هاي صارت قد هاي، هاي النقطة رح نسميها دال تمام. هلأ قياس الزاوية نتبع مع بعض، صاد دال عين صاد دال عين، معناته هون رسموا قطعة الواصلة بين منتصف الوتر والقائمة هي، فبالتالي قياس الزاوية صاد دال عين رح نحطها 110 تمام. إذا هاي 110، احسب قياس الزاوية صاد، إذا هاي هي الزاوية المجهولة، هاي المجهولة. هلأ كيف بدنا نحل هالسؤال؟ أنا رسمت الرسمة زي ما أنتم شايفين، بلشت مع السؤال وقائم الزاوية في عين دال المنتصف، بدنا نرسم. هلأ أول إشي رح ألاحظه بعد ما رسمت كل إشي،
إنه صاد دال هي إيش؟ منصفة لصاد لام، وإنه صاد دال رح تساوي دال عين. فرح أرسم إنه صاد دال بتساوي دال لام، ورح تساوي أكيد دال عين. زي ما أنتوا بتشوفوا، لو أنا بدي أكبر الرسمة، أنا صار عندي مثلث متطابق الضلعان. إذا صار عندي مثلث متطابق الضلعان ملاحظ من الرسمة، إذا تشكل لدينا مثلث متطابق الضلعان. هلا زي ما عرفنا إنه خصائص مثلث متطابق الضلعان، فيه صاد دال يساوي دال عين، هدول هم الضلعين اللي تطابقوا. فعنا احنا قاعدة بتقول انه اذا كان عندنا مثلث متطابق الضلعان فان زوايا القاعدة متساوية. اتوقع السؤال هلا انا عندي 180، لانه مجموع زوايا المثلث ناقص 110 يساوي 70. هاي من وين جبناها؟ مجموع زوايا اي مثلث. طيب هلا السبعين هي باقية للتنتين، ولأنه المثلث متطابق الضلعان السبعين رح تقسيم 2 ويساوي 35 درجة. من وين هي جبناها أيضا؟ من خصائص مثلث متطابق الضلعان، بتكون عندنا زوايا القاعدة متساوية. وهيك بنكون حلينا السؤال. إذا هاي 35 وهاي 35، والمجموع كامل 180.